كتير قوي. وخلينا نتعرف في البدايه عنك كخلفيه بما يشمل كمان فكره ان انت دخلتي في مجال التحكيم لرياضه كمال الاجسام بصفه خاصه. تمام، انا مرام سعيد، انا اقدر اقول 17 سنه او 18 سنه في مجال الميديا، ما بين مقدمه برامج او صحفيه في مجال الشكاوى والحالات ده قبل كمال الانسانيه. الاجسام ولا بعد؟ لا، ده 18 سنه دي حياتي مع كمال كلها. الاجسام، كمال الاجسام انا دخلتها مؤخرا. أوكي. لكن دي كانت حياتي الاساسيه، الشكاوى وحاجات، والمهم شغل الميديا يعني بشكل عام. لما تعرفت على زوجي كان هو وقتها بطل في كمال الاجسام، وانا كنت ما زلت في المجال الاساسي بتاعي اللي هو الميديا، وانا ما كنتش بحب اللعبه دي اصلا، ما كنتش بفهمها وما كنتش بحبها خالص. لما اتعرفت عليه اكتشفت ان هو بطل ما كنتش اعرف، فابتديت اللي انا افهم فيها شويه غير او اغير الخلفيه بتاعتي اللي انا واخداها اصلا. بقى في اللعبه بالظبط. حضرت معاه بقى التجهيزات بتاعت البطولات، وهو كان مدرب، فابتديت اللي انا افهم احضر معاه البطولات لغايه بقى ما اتجوزنا. حبيت ان انا اعمل دمج ما بين الاعلام عندي وما بين الـ الشغل كمال الاجسام، لان ما كنتش بشتغله اصلا. فعملت اول صفحه خاصه بكمال الاجسام في احدى الجرائد الورقيه، وهو بقى معايا فيها، دخلته عالم الميديا بتاعي او عالم الصحافه، وشويه عكسنا. انا بقيت دخلني هو برضو العالم بتاعه، انا بقيت مستشاره اعلاميه للاتحاد المصري والعربي لكمال الاجسام واللياقه البدنيه. ومع الوقت هو ابتدى ان هو يكبر فيها، وانا عماله اتابعه واتابع اللعيبه واتابع الحاجات اللي هي الخاصه بيهم، لان الصفحه كمان عرفتني من خلال اللقاءات معاهم عن كمال الاجسام وايه هي كمال الاجسام، ولقيتها حاجه صعبه جدا يعني. لما اخذ تحكيم وبقى اول حكم مصري على مستوى، اول واصغر حكم مصري على مستوى العالم محترفين، ابتديت بقى انا احضر معاه قصه التحكيم. ولو هو قاعد في البيت بيتفرج مثلا، هو من هوايته ان هو يقعد في البيت ما يتفرجش على اي رياضه تانية، يقعد يتفرج على البطولات وزي مذاكره كده. ابتديت ان انا بقى اتناقش معاه ده ليه ياخد الاول، وابتديت ان انا اقول له طب ما ده المفروض ياخد الاول، فيقول لي ليه، اقول له عشان كذا كذا كذا، فلقى عندي رؤيه.